احنا مع ان لله وانا اليه راجعون. ما دلوقتي 500 واحد لسه مولعين مولعين. النفق ده اتقفل على ناس في العربيات، يعني في جوه حوالي بتاع 500 عربيه جوه في النفق ده، جوه النفق ده مفيش واحد طلع منهم ولا عربيه طلعت منهم. في ماسوره غاز بترول ضربت، كل اللي جوه مات، كل اللي جوه اتفحم بقى فحم. انا لله وانا اليه راجعون. يلا نجري يلا نجري نجري، ولا دي الوسخة بتوع المكافحة المدنية يكونوا